يا صباح الخير والامل والسعاده والتفاؤل. صباح يوم جديد وجمعه مباركه علينا يا رب باذن الله. يوم مبارك، ربنا ان شاء الله يستجيب لدعواتنا جميعا. بصبح على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا دايما في مصر جميله، وكمان بصبح على حاتم. صباح الفل. صباح الجمال يا نجله، صباح الفل على مشاهينا الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رب اجعله يوم جميل علينا كده ويجعله صباح نادي علينا كلنا. ايوه لازم. اه طبعا، اصل كلمه صباح نادي دي حلوه، انا بحبها جدا. وبحب كمان اقول يا رب بسم الله الرحمن الرحيم بنبتدي يومنا النهارده بالتفاؤل وبالخير، وبنطلب منك الرزق والصحه والستر، وبنطلب كل حاجه حلوه لينا ولاولادنا ولكل المسلمين وكل الناس اللي عايشين معانا على الكره الارضيه. امين يا رب العالمين، يا رب يمتعنا كلنا بالصحه والعافيه والستر ويوسع في ارزاقنا جميعا. نبدا يومنا كده بدعواتنا الجميله دي اللي بتفتح علينا ابواب الرزق والسعاده والهنا. النهارده واحنا بنتفق انا وحاتم قبل الهوا هنفضفض في ايه، هنتكلم في ايه، لقينا طبعا الموضوع اللي احنا بيهمنا كلنا على المستوى الشخصي بدرجه كبيره جدا وعلى المستوى العام، لانه بيأثر في كل حاجه في حياتنا. دايما بنسمع كلمه ايه، الاعلام هو السبب، الاعلام بيتدخل في كل حاجه. امبارح كان في اجتماع مجلس وزراء الاعلام العرب، ومصر شاركت في هذا المجلس، والحقيقه تم اختيار مصر كرئيس للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب، ودي اول مره تحصل. طبعا سعداء جدا بهذا الاختيار، وده كان بالاجماع لاول مره، يعني اول مره يكون الاختيار بالاجماع، وده بياكد حاجه واحده بس، بياكد ان مصر ليها مكانتها في كل المجالات وبصفه خاصه في مجال الاعلام. وخلوني اركز على مجال الاعلام اللي بيهمنا كلنا كمصريين، وبيهمنا بالاخص كاعلاميين. اعتقد امبارح كان شيء مهم كمان يا حاتم، ان تم اختيار يوم 21 ابريل، ده هنحتفل بيه كلنا كاعلاميين عرب بيوم الاعلام العربي. تمام، مهم جدا ان احنا نركز على الاعلام، مهم جدا ان احنا نتكلم في الاعلام في حاجات ايجابيه كمان. خلونا ناخد الجانب الايجابي، خلونا نقول نبني ازاي، خلونا نتكلم على تراثنا، خلونا نحب بلدنا، خلونا نعمل كل حاجه فيها بوش او زقه كده لاي حد ان هو عايز يعمل حاجه يعملها، ما يكسلش، ما يقولش لا هي جت عليا، لا هي جت عليك وانت ليك دور، حتى لو كان دور صغير قد كده هتعمل حاجه، هتصحي الاقتصاد المصري بتاعك ان شاء الله، دور صغير قد كده. عشان كده عايزين دايما نتفائل، وعايزين نبص دايما للجانب المليان من الكوبايه، وده اللي احنا بنحاول نعمله في مصر جميل. احنا بنبص على الجانب المليان وبنركز على الايجابيات، ودايما بنقول ودايما بناكد من خلال مصر جميله يا جماعه، مش معنى كده ان احنا بننفصل عن العالم، لا احنا عندنا سلبيات وبنركز على السلبيات باننا بنلقي الضوء عليها، وبنطالب المسؤول ان هو يقوم بدوره ان هو يحل هذه المشكلات. ده دور حضرتك كمسؤول توليت المسؤوليه انك تحللي المشكلات اللي موجوده، لو مش قادر اكيد في عقول مصريه تانية قادره انها تقوم بالدور ده. الحقيقه وانا بتكلم عن الاعلام، ومش عايزه اقول ان هو مش تحيز، لكن ده موضوع بيشغل الراي العام كله وبيشغل المصريين كلهم، خصوصا في ظل اللغط الشديد اللي بيتم حول الاعلام الرسمي، او مش بحب اسميه اعلام الرسمي، لكن ده اعلام الشعب المصري، او ده لسان حال المواطن المصري، تلفزيون المصري واتحاد الاذاعه والتلفزيون وموقعه ضمن خريطه الاعلام المصري اللي يعني تصدرها وبداها، وهو مش بس اسس الاعلام المصري او التلفزيون المصري او الشاشه المصريه، لكن لو بصينا كده على كل الشاشات العربيه اللي موجوده اللي بداوها واللي قاموا بيها واللي افتتحوها كانوا اعلاميين مصريين رواد، بداوا مع التلفزيون المصري ووضعوا الخطوات الاولى للاعلام المرئي في مصر والوطن العربي. من هنا كانت الاهميه، ومن هنا كانت الرياده اللي مصرين ان احنا نحتفظ بيها ونكملها ونمشي عليها ونقول احنا موجودين. هذا المبنى العريق اللي ضم نجوم الاعلام في مصر والوطن العربي، هذا المبنى رمز من الرموز الخاصه بالوطن مصر. احنا بنشوف كده اي صوره فيها مبنى اتحاد الاذاعه والتلفزيون، نهر النيل، يعني المنشات الضخمه، ده ليه دلاله، او ده مش مجرد كده صوره لمكان في مصر، لا ده ليه دلاله. النيل هو رمز الحضارة ورمز التاريخ والامتداد، والتلفزيون المصري أيضا هو رمز الإعلام المصري، وهيظل يعني بيحتفظ بمكانته رغم كل التحديات اللي بيواجهها. وهنا دورنا بقى، هنا دورنا. شايفين المبنى الجميل اللي ورا ده يا جماعة؟ اتحاد الإذاعة والتلفزيون، بنروحه كل يوم، ماسبيرو. المبنى ده زمان واحنا معديين كنا بنتمنى كده نطلع نعدي كده نشوف، نحس بفخر جدا لما نقف قدامه، او نعدي كده ونشوف مثلا امتى يعني بقى يعني امتى؟ مش امتى، ما كانش نحلم ان احنا نخشه،
نشوف الفطاحل ويعني اساطير الاعلام المصري، الناس الكبيره اللي احنا تربينا عليهم واحنا صغننين قد كده، ابتداء من ماما نجوى لغايه ابله فضيله لغايه محمود سلطان، احمد سليم، ناس اسامي كبيره جدا. ف ماسبيرو، انا ماسبيرو، انت مين؟ انت مين؟ انا ماسبيرو، انت مين؟ الناس كلها بتتكلم على انا ماسبيرو انت مين، ده هاشتاج عايزين بس هشتاج نعرف اللي مش عارفين الموضوع ده على الفيسبوك، ما بيقول انا ماسبيرو انت مين. ليه انا ماسبيرو انت مين؟ لان احنا في الفتره اللي فاتت لقينا ناس كتير قوي عماله بتسخر مش بتنقد ماسبيرو بشكل مش ما عجبناش، فكل واحد على صفحته ابتدى يكتب حاجه وبتاع مش عارف ايه، وابتدى مش يدافع، ابتدى يقول المبنى ده لحم اكتفي من خيره، المبنى ده علمني كتير، المبنى ده كذا كذا كذا، اتعلمته وشفته وتربيت وطلعت عليه. طيب جه واحد صاحبنا، مجموعه من الاعلاميين منهم واحد صاحبنا اسمه عصام نادي، وما كانش عايز يقول اسمه على فكره، هو مدير صحيح المراسلين في قناه النيل الدوليه، قال لي ما تقولش اسم، بس معلش عصام دي حقك ولازم تتقال. قال لي حاتم انا عملت صفحه اسمها انا ماسبيرو انت مين، علشان نبتدي نتكلم عن ماسبيرو، عشان نقول المبنى ده احنا نفتخر بتراثنا، عشان نعرف الناس كمان مين اللي في ماسبيرو دلوقتي بيعملوا ايه، مين هم، مين زملائنا، نتعرف مع بعض اكتر، نحط افكار جديده، نحاول ان احنا نطور، نحاول. فلما لقيت هذا الكم من الحماس والنخوه كده عايز يعمل حاجه، طبعا قلت اوكي ورحت داخل معاه شويه، واحمد عبد العليم مدير برامج السياحه في نايل تي في دخل معانا، وابتدينا نكبر ونتوسع، ونجلاء هي اخر الواردين معانا كانت امبارح، فالناس كلها عايزه تساعد. مش عايز اقول لكم على كميه الناس والحاجات الايجابيه اللي بعتت لنا، بس هم الاسئله اللي سالتنا، ويمكن انا بشكر جدا 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 زملائنا في الاعلام الخاص اللي ساندونا، وزملائنا في الاعلام الخاص اللي انتقدونا، احنا بنقبل النقد ما عندناش اي مشكله، النقد ما عنديش مشكله خالص، اتقبله على راسي من فوق واحاول ان انا احسن من نفسي واتطور، زي ما قالت نجله في الاول انا عندي مشاكل، انا عارف ان انا عندي مشاكل. وانا عايز اقول حاجه كمان مهم جدا، انا اقول لك ان انا مش صفحه رسميه لاتحاد الاذاعه والتلفزيون، انا ما حدش وكلني او ما حدش وكل انا ماسبيرو انت مين ان هو يدافع عن ماسبيرو، احنا مجموعه عادي جدا بعيد عن ماسبيرو خالص، لكن ابناء ماسبيرو حسينا ان احنا لازم نقول احنا مين. لما ماسبيرو بيقف كده ويقول مبنى نفسه يقول لك انا ماسبيرو انت مين، انا حاتم حيدر مذيع في القناه الفضائيه المصريه والقناه الثانيه، انا ماسبيرو انت مين، انا نجلاء البيومي مذيعه في القناه الثانيه، وبفتخر بانتمائي للتلفزيون المصري اللي قدم نجوم الاعلام المصري في مجال الاذاعه في مجال التلفزيون. لو بصينا على كل نجوم الاعلام النهارده اللي متربعين على شاشات الفضائيات، مع كامل الاحترام ليهم ومع كامل التقدير لكل اللي بيقدموه، نسبه لا يقل عن 75% منهم ابناء التلفزيون المصري، او كان التلفزيون المصري هو السبب في تواجدهم على ساحات الاعلام وكان السبب في انتشارهم. ده مش فضل ولا تيمن من التلفزيون المصري، لكن ده الدور، دي الرساله الحقيقيه للتلفزيون، ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه. التلفزيون ده من بدايه وجوده ومن بدايه انشائه كان ليه رساله، وهذه الرسالة مش قصر على مصر بس، لكن دي ممتدة للوطن العربي كله. علشان كده نجوم الإعلام المرئي والمسموع خرجوا من اتحاد الإذاعة والتلفزيون. الفكرة اللي احنا بنقدمها من خلال الهاشتاج أو الصفحة الخاصة بأنا ماسبيرو أنت مين، عايزين نقول للناس كلها إن مهما كان في تحديات، إلا أن أبناء ماسبيرو مصرين ومصممين وعندهم أمل كبير جدا 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 في ربنا سبحانه وتعالى في المقام الأول، وفي قدراتهم وفي إمكانياتهم في المقام الثاني، اللي هم يكونوا موجودين على الساحة بشكل كبير بالرغم من كل ما يحاط بينا من مشكلات، وبالرغم من كل ما يعني نتعرض ليه من ضغوط ومن نقص وروتين وفي حاجات كتير جدا زي مؤسسة، لكن زينا زي كل مجال في مصر، محتاجين الإرادة القوية، محتاجين الدعم الحقيقي والإيجابي من كل قيادة موجودة في مصر بتحب مبنى ماسبيرو، بتحب ان يكون عندنا، مفيش دولة مش هيكون في إعلام بيعبر عن المواطن الخاص بيها. عشان كده مدرسة ماسبيرو هي مدرسة الإعلام الأولى في مصر، وستظل بإذن واحد أحد وبإذن ربنا سبحانه وتعالى هتظل ماسبيرو، وهيظل هذا المبنى العريق هو المفرخة اللي بتخرج كده في مجال الإعلام طمين. المسموع وفي مجال الإعلام المرئي أكاديمية الإعلام أكاديمية الإعلام المصري والعربي، نجوم الإعلام كمان يا حاتم. تمام. عايز أقول حاجة واضح جدا، عايز أكد تاني إن الهدف من الصفحة دي إن إحنا أنا ماسبيرو أنت مين، مش قصدين أي إساءة لأي حد، ماسبيرو بيتكلم لأولاده أنتوا مين، كل واحد بيطلع يقول أنا فلان، أنا في الإذاعة، أنا مخرج، أنا فني، أنا فني كرين، أنا مصور، أنا مدير تحرير، أنا رئيس تحرير، أنا مخرج، أنا كل الناس بتقول إحنا مين، وبنحط صورات عشان نعرف الناس بيهم، بنفتخر بنفسنا، نفتخر بتاريخنا، نفتخر بتراثنا.
بنفتخر بكل الناس القديم واللي ربنا توفاهم واللي موجودين واللي ربنا يديهم طول العمر، والصغيرين عندنا اصغر مذيعه كنزي في الفضائيه المصريه وجات معانا هنا في مصر جميله. وده دورنا ان احنا نطلع الناس دي ونخلي الناس كلها تعرف. بنشكر كل الناس اللي وقفت معانا وساندتنا، ومش بس دولت الاعمال كمان اللي ظهرت من خلال شاشات التلفزيون المصري يا حاتم، وكان بينتظرها او بتنتظرها الدول العربيه كلها. يعني التلفزيون فوازير رمضان يا جماعه مين اللي عملها؟ نفتكر كده مع بعض. المصري رحمه الله عليه فهمي عبد الحميد، هذا المخرج العبقري ربنا يرحمه يا رب ويحسن اليه، اللي كنا بنقعد كل يوم عشان ننتظر، مش احنا بس على فكره لكن كل الوطن العربي فوازير رمضان. هنقول ايه؟ هنقول نيلي ولا شريهان ولا سمير غانم ولا صابرين ولا هاله فؤاد الله يرحمها؟ هنقول ايه؟ نجوم كتير قوي، نجومنا واساتذتنا في الاعلام، بابا شارو الله يرحمه، يعني قد ايه كان في اهتمام. وكلنا فاكرين احد القيادات السياسيه في مصر كان بيحكي وكان بيقول قد ايه كان بيتاثر بحكايات ابله فضيله في الاذاعه، وقال مره ان هو كان بيسمع حدوته 10 الصبح وكان وهو رايح الشغل عايز يعرف ايه حكايتها. يعني قد كده القيم كانت بترسى من خلال ميكروفون الاذاعه، من خلال شاشه التلفزيون، برنامج سلوكيات للاعلاميه الكبيره الاستاذه ملك اسماعيل اللي كان بيناقش النهارده السلبيات اللي موجوده وبيلقي الضوء عليها. ماما نجوى مش بس برامج اطفال، لكن قدمت لنا سلسله من برامج المنوعات، فكر ثواني كتير دقايق كتير جدا لسه لغايه النهارده. احنا اتكلمنا، احنا عايزين 7-8 سنين نتكلم فيهم على انجازات مسبير، بس احنا مش عايزين نتكلم على انجازات مسبير. مش محتاجين، ان احنا عندنا مشاكل وعندنا سلبيات. نقد. انقدونا يا جماعه، انقدونا نقد بناء، هنشتغل على اخطائنا وهنحاول ان احنا نطور من نفسنا. احنا كاحنا مع قيادتنا قادرين ان احنا نرجع تاني احسن تلفزيون ان شاء الله، مع الاعلام الخاص كمان يساندنا واحنا بنسنده، واحنا ما عندناش اي مشكله مع حد ونتقبل النقد جامد جدا، لكن ما بنحبش السخريه. انت ما تقبلش ان حد يسخر منك وانا ما اقبلش، وده اللي خلانا يعني نحس كده ان احنا لينا دور لازم نعمله. عشان كده احنا واقفين في وقفه كده، وقفه رجاله زي محمد ابو سويلم كده في الارض، عايزين نعمل حاجه لبلدنا احنا والاعلام الخاص والاعلام المرئي والمكتوب والمسموع وكل الكلام ده. طيب احنا تلفزيون الشعب المصري اخر حاجه، ساندونا يا جماعه، اتفرجوا علينا، واحنا نوعدكم ان شاء الله الفتره الجايه هنطور نبقى احسن من كده بكتير 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 بفضلكم انتوا، بس خليكم معانا ومحدش يحكم من خلال نجله قالت انا شفت البرنامج الفلاني، لا شوف انت واحكم انت بنفسك. نشرات اخبارنا، برامجنا، حاجاتنا كلنا ملك ليكوا انتوا، وبنحبكم وقاعدين معاكم وهنعمل لكم احلى شغل ان شاء الله الفتره الجايه. وتلفزيون بقول وبعيد ده تلفزيون الشعب، وتلفزيون اللي قادر ان هو يواجه كل المشكلات والسلبيات. خليكم معانا وقولوا لنا ارائكم وقولوا لنا انتقاداتكم وقولوا لنا، لان الاهم بالنسبه لنا هو الجمهور، هو المواطن المصري. زي ما بقول احنا لسان حال المواطن المصري، لما بيفرح بنفرح معاه، لما بيزعل بنزعل معاه، لان في النهايه احنا مصريين كلنا كمجتمع مصري. كامل الاحترام والتقدير لكل الاعلاميين في كل المجالات، لكن في النهايه احنا ابناء مسبيرو، احنا بنفتخر بانتمائنا لمسبيرو، واحنا مسبيرو ومش هنقول انتم مين. ما علينا، النهارده مجموعه من الفقرات ان شاء الله جميلة. ان شاء الله تكون مجموعه حلوه وجميله، بس خلينا بقى نخش على طول، احنا اتكلمنا كتير عشان ما نضيعش وقت الفقرات. احنا النهارده بنتكلم في موضوع مهم جدا، يعني بنتعرض ليه وللاسف بنفقد من خلال هذا الموضوع يعني ارواح بريئه وولاد كده من خيره ولادنا وشباب زي الفل، للاسف شديد نتيجه العمليات الارهابيه، جريمه الارهاب اللي بتسيطر على عدد كبير من الدول العربيه للاسف الشديد، وكيفيه التصدي ليها، وخصوصا في المجتمع المصري ازاي ان احنا نقوم بهذا الموضوع في الوقت الحالي، ازاي كمان كلنا نتكاتف في مواجهه جريمه الارهاب بشكل كبير. كمان النهارده هنتكلم عن التنميه الصحيه.